حراك واسع على مستوى مواقع التواصل تويتر خصوصا الذي علق بوسم القمر السعودي للاتصالات. عديد من التغريدات وردت فيه. أول تغريدة معنا للحساب الإخباري أخبار السعودية علق فيه يقول: ولي العهد كان قد وقع على آخر قطعة من القمر السعودي للاتصالات في سان فرانسيسكو في أمريكا، بعبارة فوق هام السحب. كذلك عدد من الصحف المغردة في هذا الوسم: صحيفة سبقة الإلكترونية مغردة SGS1 متخصص في الاتصالات ويطلق من قاعدة كورو في غوينا الفرنسية فوق هام السحب، القمر السعودي للاتصالات ينطلق للفضاء اليوم بتوقيع ولي العهد. محمد الأحمد في تغريدة كذلك يقول: كم هو جميل أن تستيقظ كل يوم وهناك إنجازات لبلدك ومشاريع ضخمة لبلدك وتطور فظيع في بلدك وجهود وعلماء من أبناء بلدك، اللهم أدم علينا الأمان والعز والقوة يا رب. كذلك حساب صهيل المغرد: القمر السعودي للاتصالات يعد أول قمر للاتصالات الفضائية مملوك بالكامل للمملكة، وسيتم تشغيله والتحكم به من خلال محطات أرضية في السعودية. إذن المزيد من التغريدات حول هذا الوسم القمر السعودي للاتصالات. بدر العجلان إعلامي يقول: فوق هام السحب كلمات خططها أنامل أمير الازدهار قائد رؤيتنا محمد بن سلمان سلمه الله على آخر قطعة تم تركيبها في القمر السعودي للاتصالات الذي أطلق هذا اليوم الثلاثاء. حفظ الله بلادنا وقادتنا وأمتنا وأدام الله أمننا واستقرارنا. كذلك نضال أبو لطيف مغردا: القمر السعودي للاتصالات سيساهم بدفع عجلة التحول الرقمي في المملكة وتحقيق المساواة في إيصال الخدمات لأكبر شريحة من السعوديين بسرعة متناهية، كالخدمات المصرفية والتعليمية والصحية وغيرها. مبروك للمملكة على هذه الخطوة الهامة. آخر التغريدات معنا على هذا الوسم: بندر فرحان يقول: اللهم أعز هذا البلد وأعز ملكنا وولي عهده، ومن تميز إلى تميز ومن نجاح إلى نجاح. القمر السعودي للاتصالات لله درك يا ولي العهد، صنعت من المستحيل مجدا نجاحات باهرة ومتتالية، نحمد الله عليها، اللهم لك الحمد. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.